إخوة الإيمان، ومن روضة القرآن الكريم إلى روضة العلم والعلماء، معنا اليوم عالم جليل من علماء الأمة العربية والإسلامية، فضيلة المفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تذكرنا عند السؤال حجتنا، وتيسر على الصراط مرورنا، وتروينا يوم العطش الأكبر من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمداً عبد الله ورسوله شرح الله صدره ورفع في العالمين ذكره وصلى عليه، ثم أمرنا نحن المؤمنين بالصلاة والسلام عليه، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد، الذات اللطيفة الأحدية، شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار، وقطب فلك الجمال. اللهم بسره لديك وبسيره إليك آمن خوفنا، وأقل عصرتنا، وأذهب حزننا وحرصنا وكلنا، وخذنا إليك منا، ولا تجعل فينا مفتونا بنفسه محجوبا بحسه، واكشف لنا عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور، أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أيها الجمع الطيب المبارك، هذه ليلة قرآنية، وما أفضل وما أحسن أن تكون أفراح المؤمنين أفراحاً قرآنية علمية في مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أفضل أن تكون أفراح المؤمنين فيها إطعام الطعام والتوسعة على الفقراء والمساكين. نسأل الله أن يبارك لمن أنفق ومن أعد ومن صرع، ولكل الحاضرين يا رب العالمين. وجد أفراح المؤمنين والمؤمنات، واجعل فرحنا الأعظم بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين نتأسى بسنته وحين نقتدي بهديه. اجعل فرحنا بطاعتك يا رب، فبذلك فليفرحوا. اللهم يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، حول حالنا جميعا إلى أحسن حال.
اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها، ألطف بنا، ألطف بنا، ألطف بنا في قضائك وقدرك لطفا يليق بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا واحرس الأمة والمؤمنين ومصر العامرة من كل مكروه وسوء، احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا في كنفك الذي لا يرام، واحمنا بقدرتك إنك على كل شيء قدير. وبعد، فيا أحبتي، وما دامت الليلة قرآنية لأحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فبحسب الماحة سريعة نفيد منها من وصية نبي من ساداتنا الأنبياء سجلها الله في صورة كريمة يصفها نبينا الهادي بقوله: شيبتني هود وأخواته. كيف ذلك؟ سيدنا شعيب لما بدأت تعرض سورة هود، كل نبي مع قومه ودعوته مع قومه، سيدنا شعيب رغب قومه بشيء عجيب ينبغي لكل مؤمن أن يقف عنده. بعد أن ذكرهم وقد سبقه في العرض سيدنا نوح، سيدنا هود، سيدنا صالح، وبعدين جاء ذكر قوم لوط، بعدين جاء ذكر سيدنا شعيب في الصورة. سيدنا شعيب يقول لهم: ويا قوم لا يجرمنكم، لا يحملنكم، لكن يكون المعنى الحمل على فعل الشر ولا يكون للخير، يجرمنكم الحمل على فعل الشر، ولا يجرمنكم شنآن قوم، أي لا يحملنكم البغض لفعل أشياء من المعاصي. وهنا: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي، الشقاق الخلاف والعداوة والعناد مع أنبياء الله عز وجل. أن يصيبكم، يعني إن استمروا على هذا العناد مع نبي الله واتبعوا أنفسهم وأهواءهم، أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. طب ليه أفرض قوم لوط؟ لأنهم قريبين منهم في الزمن وفي المكان وفي المعرفة. طيب، وهو يحذرهم من أن يغضبوا الله، وصهم بإيه بقى؟ خلي بالك، المخرج، الأمل، الملاذ الآمن، انتبه: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. استغفر ثم تب، ليه؟ لأن الله يفرح بذلك. اسمع: إن ربي رحيم، رحيم معروفة، لكن ما قولنا في قول الله عز وجل: إن ربي رحيم ودود؟ جرت عادة الناس في دنيا الناس أن يتودد الأدنى إلى الأعلى، والضعيف إلى القوي، والفقير إلى الغني، وصاحب المصلحة إلى من بيده هذه المصلحة، لكن الصالحين يتوددون إلى الله عز وجل. وأن يتودد الإنسان المؤمن إلى ربه فهذا شرع وفرض،
واجب علي أن يتودد المؤمن إلى ربه، فهذا شرع وفرض واجب علي. أما أن يتودد الكبير المتعال الغني عن عباده، أن يتودد لعباده حتى المذنبين منهم، فهذا فضل ما بعده فضل. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ذا الحل. ليه بقى؟ صلي على النبي. الآية دي بتوقفنا إن أخطر حاجة عليك مين؟ نفسك، نفسك التي بين جنبيك. ولذلك سيدنا رسول الله في الحديث لما جاء يستعيذ، أول شيء استعاذ منه بيعلمنا، قل اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، وبعدين ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. أخطأنا أخطر علينا من كل أعدائنا. تاني، أخطاؤنا أخطر علينا من كل أعدائنا. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، إن نجوت من نفسك فما بعدها أهون، إن نجوت من أخطائك فما بعدها أهون. نعم. ولذلك هنا يقول إن ربي رحيم ودود. إزاي ربنا بيتودد لعباده؟ نعم، شوف كده، العصاة المذنبون، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بس انت ارجع، سنت توب، ومن كرم الله إذا تبت اسمع اللي جاية دي يا أبو محمد، صلي على النبي، اسمع كده وهيئ قلبك. إن عدت إليه فربك سبحانه يستر فلا يفضح، ويعفو فلا يعاق. يجي يوم القيامة يقوم يسترك، ما يكشفكش قدام أولادك وزوجتك وأصحابك اللي عارفين إنك راجل صالح وراجل مؤمن وراجل تقي وراجل مستقيم. الله يستر فلا يفضح أما ترجع إليه، ويعفو فلا يعاق. وبعدين يلاقي الواحد فقير بين أهل الإيمان، يوم يعمل إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أعمل لك دعم، رب كريم، رب كريم يتودد إلى عباده، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. الحسنات بعشر أمثالها، ويضاعف إلى 700 ضعف ويزيد، والسيئة بواحدة، فإن استغفر المؤمن غفر الله له، فإن رجع عنها قبل أن تصنع كتبت له حسنة. نعم، الله يتودد إلى عباده. يبقى المؤمن حين لا ينتبه إلى هذه المعاني السامية اللي ربنا سجلها في القرآن يكون محروم، يكون في غفلة. اسمع، الملاذ الآمن لي ولك لكل البشر هو الله عز وجل، هو الله عز وجل. وأول أسرة نزلت على الأرض ربنا أعطاها الوصية، إيه هي؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. التعب والضياع في البعد عن الله،
والهنا والسرور والسعادة والحفظ والرعاية في هدي الله والاستجابة لله عز وجل. إزاي؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وإيه كمان؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إحنا بنخاف منين؟ بنخاف من اللي جاي، ربنا يأمنه لك لأن أنت مع ربنا، وبنحزن على اللي فات، ربنا هيغفر لك اللي فات. شوف تأمين الماضي والمستقبل، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أنت ليك دعم رباني هنا في الدنيا قبل يوم القيامة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اسمع، ولما تقع في زنقة الكريم هو اللي هيفرجها. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ودي أختم بموقف أنا عشته ففسر لي معنى هذه الآية. كنت أقرأ وأقول كثيرا، لكن إلى أن عشت في هذا الموقف فعرفت يعني إيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. كنت مع راجل صالح زي أهلنا وأهل القرآن والعلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين راح عمره، الناس حبوه زيكو، قالوا له تعالى قل لنا في ليلة كذا كلمتين حلوين ونجيب الأهل. خدوه الساعة 2:30 في الشتاء، خلي بالك يا مؤمن، 2:30 في الشتاء بالليل، خلصوا ونزلوا. الراجل بسيط الحال، الراجل الصالح ده بسيط الحال، ما عندوش سيارة، ما عندوش مواصلة خالص، وكان الدنيا ساعتها ما فيش بقى الوقت الحاجات المواصلات السريعة الوقت والأنواع الكتيرة. والله ده حصل يا أحباب. وبعدين كل واحد من أهل علية القوم ركب مع أولاده وزوجته في السيارة بتاعته، يا شيخ تعال معانا. قال لهم لا، الشيخ من خلقه من أدبه استحيا أن يزاحم أحدا في سيارته مع زوجه وأولاده، لأن دي خصوصية، عيبة حشر في وسطهم كده. لا تفضلوا، أنا معي مواصلتي، يعني إيه معايا رجلية، هاخد تاكسي أقدر كده يعني. بعدين كلهم مشوا، شيخ يقول لي بدور في جيبي، في الزمن ده كان الجنيه يقضي حاجة، ألاقي جنيه أروح بيه، خلي بالك صلى على النبي، ألاقي جنيه أروح بيه، ملقيش جنيه. أم رفع إيديه للسماء وقال يا رب الجو برد، الدنيا شتاء وما فيش حد في المنطقة، يا رب ألاقي جنيه أروح بيه. واستجاب الله له ولقي الجنيه يا مؤمن، أم فرح قال خلاص يبقى كده إيه هروح. ويقول يفوت تاكسي أشاور له يمشي ما يقفش، لغاية ما مر 7 تاكسيات ما وقف ليه تاكسي واحد والجنيه في جيبه، أم عرف إن هو غلط. خلي بالك صلى على النبي، الفايدة في اللي جاية، عرف إنه غلط فرفع إيديه وقال يا رب أنا مش عايز جنيه أنا عايز أروح. شفت بقى، أنا مش عايز إيه جنيه أنا عايز أروح. بعد ما أدرك كده إن ممكن السبب يبقى موجود وإنت محروم من النفع، معاك فلوس كتيرة وما أنت السعيد، مصحتك حلوة واللي عايزه ما يكونش، واللي ما معاهش بتجيله السعادة. فتنة بالأسباب، الفتنة بالأسباب.
فلما حصل انه فهم قال له يا رب انا مش عايز جنيه، انا عايز اروح. بعدها فورا عد عليه واحد، ان كل شيء خلقناه بقدر، الصدفة دي عندي وعندك. عد عليه واحد قال له الشيخ فلان حبيبنا، ركب معاه وداه لغيت البيت وما خدش الجنيه. الحياة مع ربنا هنا وسرور وسعادة وحفظ، مش ليك بس، ليك ولذرية الذرية. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب قد أكرمتنا بمحمد، هل بعد هذا يا كريم عطاء؟ يا أيها المختار أنت إمامنا وشفيعنا وسراجنا الوضاء. أنا تلفتت العيون بدت لها مما حملت شريعة سمحاء. صلوا على خير الأنام وسلموا، إن الصلاة على الحبيب دواء. صلاة وسلاما عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا واستمتعنا بهذه الكلمة الطيبة من فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. من هنا من ساحة الحرس الوطني مركز بنها بمحافظة القليوبية.